السلام عليكم متابعينا الاعزاء في كل مكان، اهلا بكم في البدايه. لو انت في القناه يا ريت تشترك في القناه وتفعل زر التنبيهات عشان يوصلك الشعار بكل جديد، واثنين اعمل لايك وشير للفيديو ده. يوم حزين على الكره المصريه، ابتدى به هزيمه الزمالك من الترجي التونسي 2-0، بعد كده هزيمه مصر من السنغال وتوديعها للبطوله 4-0. بطوله سيئه جدا، انت بتنظمها على ارضك، المفروض يكون في استعداد اقوى، معاك جيل كل الناس بتتكلم عليه ان هو جيل واعد، فالمفروض يبقى معاك مدير فني قوي، وقصة طويلة ممكن نبقى نتكلم عليها بعدين. ولكن ما سجلتش ولا هدف في البطولة، خرجت من البطولة من الدور الأول، فيعني حاجة مخزية إلى أبعد الحدود. والنادي الأهلي اختتمها في آخر اليوم بالتعادل قدام سان داونز والحصول على أول نقطة في دور المجموعات من مباراتين. دلوقتي ترتيب مجموعة النادي الأهلي، سان داونز معاه 7 نقط ومن فوزين وتعادل، ما عندك الهلال السوداني عنده 6 نقط ولعب 3 مباريات، وعندك بعد كده الأهلي معاه نقطة ولعب مبارتين ولسه له مباراة، والقطن الكاميروني مفيش معاه ولا نقطة. مستوى الأهلي النهاردة مستوى مخزي وما بيعبرش عن أي حاجة غير إن اللعيبة مش مركزة ومفيش أي ربط ولا في أي تجانس ولا في أي حاجة. مستوى لعيبة النادي الأهلي النهاردة مستوى مهلهل. لعيبة النادي الأهلي النهاردة ما قدمتش أي حاجة تخليها تستحق إن هي تكسب الماتش. التعادل كان كفيل على اللي هم عملوه النهاردة. كمية مس باص بتتعمل في الملعب من أول ما الماتش بدأ لا تعد ولا تحصى. أنا قاعد بدأت أعد الجمل اللي كانت بتتعمل من لعيبة النادي الأهلي، مفيش 3 باصات بيتعملوا ورا بعض، لازم تلاقي يا مس باص على طول، يا إما باصتين والباصة التالتة مس باص، فما فيش جملة واحدة توحد ربنا اتعملت في ماتش النهاردة. جبنا جون من مجهود فردي، سواء لمحمد لحسين الشحات جون ولا أروع، في بعد التفكير وتشغيل الدماغ، فبالتالي انت قدرت تجيب جون كويس وحلو، ما قدرتش تحافظ عليه، ورجع سان داونز حدد المرمى بتاعك مرة واتنين وقدر ان هو يتعادل. مستوى مخزي جدا. تشوف سان داونز النهاردة فريق مرعب، سان داونز فريق مرعب حرفيا، بينقل الكرة بسلاسة جدا وبيتحرك في كل مكان، ونقل الكرة مش بعشوائية، لا اللعيبة بتستلم وتتحرك، بيفتحوا مساحات لبعض. قصاد كده انت شايف لعيبة النادي الأهلي واقفة بشكاير جبس في رجليها، مش قادرة ان هي تتحرك، وعمالة تتفرج على لعيبة صن داونز وهي بتنقل الكرة وبتوصل للشناوي لمنطقة جزاء النادي الأهلي، ولا في ضغط عدل ولا في أي حاجة، واللعيبة وانا بتستلم الكرة الطولية، ويا ريت بنلعب الطولية صح، احنا بنرمي الطولية وخلاص بغض النظر عن أي حاجة. مباراة النهاردة لو انت بدأت تتكلم على كل سلبية موجودة فيها فانت هتكتب مجلد عن مباراة النهاردة، بس ما قدرتش تستغل وجود الجماهير اللي بتشجعك من اول اللقاء قدام سان داونز النهاردة، وانت تنزل مركز وان انت تعمل نتيجة ايجابية وتأمن نفسك وتفوز بال3 نقط النهاردة قدام سان داونز هنا، وفي النهاية اتعادلت. هتروح هناك قصاد سان داونز، هيجيبك في ازمن ملعب موجود في جنوب افريقيا، هيلعبك الساعة 2 الظهر يقطع نفسك، ولو لعبت بنفس الاداء اللي انت لعبت بيه النهارده في القاهره هتاخد 5 هناك تاني في جنوب افريقيا. نتمنى ان كولر يلم اللعيبه من تاني، يبقى في يقرص عليهم الفتره الجايه، يبقى في غرامه تتوقع اللعيبه على مستوى الاداء اللي اتعمل النهارده. ابرز الناس اللي كنا شايفينهم النهارده هو محمد مجدي قفشه، ما عدتش اتكلم عليه بصراحه لان انا زهقت. محمد هاني اللي بنشوفه بيشوط ضربه جزاء لاول مره، معرفش محمد هاني كان بيشوط ضربه جزاء من امتى، في على الرغم من وجود اكتر من لاعب في الملعب. ديانج اللي مستواه متراجع جدا وبيعمل مس باص بطريقه غريبه. اللاعب الوحيد اللي كان فيه الروح في الملعب النهارده وكان فيه امل شويه هو مروان عطيه، هو اللي كان بيتحرك وبيضغط كويس وبينقل الكوره وبيروح وبيحاول، ولكن ايد لوحدها ما تسقفش. كمان كان معاك محمد هاني في الشوط الاولاني بيقدم اداء كويس، ولكن برضو زي ما قلنا فريق النادي الاهلي كتوتال وككامل فريق كامل سايب مساحات وفراغات كبيره جدا تنفع للاستصلاح الزراعي في ما بين خطوط النادي الاهلي. مفيش ضغط، مفيش جمله، مفيش سرعه ارتداد، ولا في شراسه في الضغط، ما انتش عارف تعمل مرتدات مظبوطه، في عشوائيه ادت ان انت النهارده تحمد ربنا ان انت طلعت بنقطه من مباراه النهارده. اتمنى ما نشوفش الموضوع ده يتكرر في الماتشات الجايه وبالذات في افريقيا. و سلام، بس ده كان رأيي كده، متنساش تكتبوا رأيكم في الكومنتات. سلام.